حطتنا على خيرة مع الإبداع وبسمة جديدة لأصغر باحث في سوريا، كتابه اللي حول عنوان من تاريخ النقد في سوريا والمشرق، الكتاب اللي منسافر فيه برحلة عبر الزمن حول تاريخ النقد والعملات في بلاد الشام، أيضا المنطقة، إضافة إلى نبدأ عن أهم الرموز بعالم الاقتصاد. لنتعرف أكثر عن هذا الكتاب الجميل معنا اليوم باحث وأصغر باحث سوري همام عبد الرحمن. سعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك همام. بالبداية مثل ما قلت لك، يعني لكل امرئ من اسمه نصيب، همام من الهمة والشغف هوايتك تحولت إلى شيء كتير مهم، لقدرت تكتب كتاب بصف كتير صغير بصف العاشر. تمام. همام انت مواليد 2004. 2003. طيب احكي لنا كيف هالهواية تحولت وهذا الشغف وقدرت تكتب كتاب بعمر كتير صغير. هلا بالبداية بسبب اهتمامي وهوايتي بجمع العملات القديمة وبحبي لهالهواية، فصار عندي حب الاطلاع للقطع النقدية اللي عندي اياها واللي انا عم بجمعها، لانه كل واحد فينا بحب يعرف معلومات عن صديقه. أكيد. نعم. فالقطع النقدية اللي كانت عندي وصلت لدرجة كأنهم أصدقائي، فحبيت أعرف معلومات عنهم وبلشت أبحث. فمن خلال الأبحاث والاطلاع على هالمعلومات هي، حبيت أنه كمان أكثر حدا من الناس يستفيد من هالهواية ويطلع عليها. تمام. نعم، يعني همام هذا الكتاب، يمكن خلينا نقربه شوي على الشاشة، حتى الغلاف تبعه جامع العملات، يعني انت كنت تحب، كلنا كنا نحب نجمع خمسات وعشرات وخمسة وعشرينات اذا بتتذكر، ليكن عم نشوفهم هلأ على الشاشة العملات يمكن على الغلاف. انت اخترت الغلاف؟ لا، هلا الغلاف صمم لي يا مخرج. حلو كتير. اكيد. يعني ومحتوى، خلينا ايضا همام نتحدث عن المحتوى، قديش اخذ معك وقت، حبك وشغفك للكتابه يمكن هو اللي خلاك تنتج هذا الكتاب وتعتبر كاصغر باحث سوري. تفضل. تمام. هلا هذا الكتاب انا وقت بلشت بالبحث، اول شيء بلشت اجمع معلومات عن القطع النقديه الموجوده عندي. تمام. بعدين بلشت اجمع معلومات عن تاريخ النقود للبلد الموجود عندي قطع لها. فمن خلال هالابحاث هي تقريبا لمده 4 سنين قدرت اجمع معلومات لجزء مهم من تاريخ النقد بالوطن العربي، وقسمت هالمعلومات لقسمين، قسم تحدثت فيه عن تاريخ النقد بالمشرق العربي وتوسعت فيه، والقسم الثاني تحدثت فيه عن تاريخ النقد بالمغرب العربي. القسم الاول اللي هو هذا من تاريخ النقد في سوريا والمشرق العربي، والقسم الثاني حاليا بالطباعه. تماما. همام 6 سنين قعدت تتابع اصدارات المركز المصرف السوري، المصرف سوريا المركزي، من عام 1958 لل 2017. احكي لنا عن هي التجربه وعن كيف يعني انت اهتمامك ابتعدت عن رفقاتك، صار اهتمامك هو الكتاب وجمع المعلومات. احكي لنا عن هذا الشيء وكتابك لمن موجه. هلا اول قطعه نقديه حصلت عليها كانت هي قطعة نقدية عادية جدا، وأنا حاطة صورتها على الغلاف، هي الليرة السورية تاريخ 1982. نها. هي أول قطعة نقدية بحصل عليها. فبعدين بلشت أهتم بإصدارات مصرف سوريا المركزي. كنت أجمع أول شيء عملات لكل دول العالم، بس بعدين اختصيت بجمع العملات السورية. فبلشت أجمع عملات لمصرف سوريا المركزي من تأسيسه عام 1958. تمام. لآخر إصدار اللي هو 2000 ليرة اللي عم نتداول هلأ. تمام. إصدار 2017. كتابك فيه محتوى جدا بسيط، يعني ممكن أي حدا يقرأ، يعني حتى لو مثلا حدا بالمدرسة فتحوا هيك ما رح يلاقي صعوبة فيه، يمكن مبسط هو وهادف. هذا الشيء كتير مهم للكتاب، وأيضا ريع الكتاب يعود لأسر الشهداء، هي أهم رسالة بده يحكي عنه. تفضل. انا حبيت اوجه رساله من هالكتاب واللي انه ريع على اسر الشهداء. اول شيء لحتى نثبت للعالم جميعا انه الشاب السوري والمواطن السوري قادر انه يبدع ويتميز داخل سوريا. نعم. وبانه اكثر حدا بيستحق انه نهديه انجازنا وتميزنا هو الشخص اللي ساعدنا على الانجاز، ونحن لولا دماء شهدائنا ما قدرنا نكتب، ما قدرنا نعمل اي شيء، ما قدرنا نكون موجودين لحتى لقينا العدو عم ينهش فينا
عم يحطمنا. صح اكيد اكيد. هما محكي لنا عن مشاعر والدتك، قريت كثير عنها قديش هيك طايره عقلها فيك ومبسوطه. وبدنا ننوه كمان كان توقيع كتابك ب 12 اذار، كان توقيعك ان شاء الله الف مبروك. احكي لنا عن انه كيف الواحد اذا كان عنده يعني شويه هوايه ممكن تتطور لتصير باحث، يعني مشان تلهم الشباب اللي مثلك. هلا اول شيء اللي بيعطي اي شغله اللي بيحبها حقها تعطي حقها. تمام تمام. فانا من خلال حبي بهالهوايه وشغفي فيها حبيت انها تنتشر هالهوايه. قد ايه كان عمرك؟ يتعرف عليها. قد ايه؟ من وقت ما كان عمري 8 سنين عندي هالهوايه وهالاهتمام. 8 سنين قديم كثير يعني. 8 سنين يعني ما شاء الله. 2003 حاطط بالنقد يعني. انت ما انك بس ناقد، التاريخ النقد بسوريا بعمان يعني جامع كثير قصص بالمشرق العربي بشكل كامل. حبيت. وهلا الكتاب الثاني الجزء الثاني بالمغرب العربي. تمام. بالكتابين هذا بيكون وثق التاريخ النقد النقود بالوطن العربي كلياته، والنقود هو جزء مهم كثير من الاقتصاد. وانا ايضا اذا بتلاحظي العنوان من تاريخ النقد اسبقته بكلمه من. ليش؟ هذا الشيء دليل على انه نحن قد ما كتبنا هذا بحر من العلم نحن ما فينا نوثقه كلياته، فكلمه من يعني جزء من تاريخ النقد اللي قدرت انا احصل عليه. خلينا نحكي مين ساعدك بإنجاز هذا العمل ولمين بتهدي كتابك اليوم ولمين موجه؟ هلا ساعدني بإنجاز هذا العمل أول شيء حبي للهواية. تمام. ثاني شيء أهلي وعائلتي. أكيد. لما بلشت أكتب مدرستك ما كان إلى دور؟ لما بلشت أكتب الكتاب وأجمع المعلومات. تمام. توجهت أول شيء لدار نشر. تمام. مختصة أشرفت على طباعة الكتاب وتدقيقه اللغوي وإخراجه الفني. وبعدين قدمت للموافقات واخذت كل الموافقات القانونيه. بعدين توجهت لمدرستي لانه انا طبعت الكتاب قبل ما كنت اشتغل فيه ما كنت احب انه حدا يعرف بالعمل اللي انا عم بعمله، لانه عندي قناعه انه في ناس بتفسد كل شيء سعيد علينا. اكيد. وممكن تحط المعنويات. حبيت هيدا. ما حبيت حدا. على فكره حبيت. بعدين توجهت للمدرسه بعد ما انجزت العمل. توجهت لمدير مدرستي الاستاذ احمد. احمد مدير مدرستي. قديش فخور فيك الاستاذ احمد. وبوجه له تحيه وبشكره كثير، واعجبه كثير العمل وافتخر كثير بالعمل. وتوجهت فيما بعد الى اتحاد شبيبه الثوره، منظمه اتحاد شبيبه الثوره اللي بفتخر بانتسابي لها، واتفقنا على اجراءات حفل توقيع الكتاب اللي وقعوا لي بمركز ثقافي ابو رمان. هما مر بمراحل كثير كتابك، ولكن اهم شيء انك انت وصلت للنتيجه يلي بدك اياها. بلشنا من تاريخ النقد في سوريا والمشرق العربي، بدنا نحكي عن طموحاتك. على فكره لفتت لي نظري انه انت ما خبرت حدا. لا خلص رحت بعدين خبرت. فشو هلا عم بتفكر تعمل؟ هلا بدك تقولها يعني خليهم يسمعوا. معلش. هلا حاليا حاليا عم بشتغل على الكتاب الثالث لانه هذا انتهيت منه، والثاني بالطباعه. الثالث بوثق فيه تاريخ الاقتصاد بسوريا بشكل موسع جدا. نعم. من العصر الروماني للعصر الحديث. كيف لقيت الاقبال على شراء كتابك همام؟ هل في اقبال كبير كان؟ نوعا ما جيد. يعني نوعا ما كبدايه كثير منيح؟ نوعا ما تقريبا. بتمنى لك كل التوفيق عن جد، وانت فخر مو بس لعائلتك لنا، وبنتشكرك كثير لوجودك معنا واكيد بنشوفك بكل انجاز. بحب اهدي كتابي واي عمل في البدايه لدماء شهدائنا. طبعا. ولسياده الرئيس والسيده الاولى راعين المواهب والموهوبين. اكيد. بدنا نتشكرك هما، بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتمنى لك التوفيق بكل خطوه بحياتك. يمكن دائما لنوصل لهدفنا بدنا نتعب، بدنا نشتغل على حالنا لنحقق الشيء اللي نحن بدنا اياه. دائما الهدف الاول والاخير هو بناء وطن، هو بناء سوريا. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا. حابه اشوفك بلقاءات ثانيه وبكتب جديده لك. نورت صباحنا واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. اكيد اهلا وسهلا فيك.